باريس كثير كثير باردة هاي الأيام، بس يمكن اللي بدفينا إحنا السوريين إنه منعرف نروح عند بعض ونشوف بعض. خليكم معنا، مشوارنا حيكون عند المهندس المعماري والفنان التشكيلي حميد سليمان، ابن مدينة الزبداني السورية وابن الثورة. حميد سليمان فنان تشكيلي وسابقا عمارة، يعني لو بدأنا من التأثير والبدايات كيف بدأت؟ يعني بالبداية العمارة هي فن، هو من حتى منقول من أوائل الفنون اللي عملها الإنسان. هو لما بدأ يبني، لما بدأ يبني بنيوته، بعدين لما صرنا نبني البيت صار لازم يكون البيت حلو ولازم نشتغل فيه. بس أنا اللي تعلمته بالعمارة أكثر هو إنه بالعمارة في الجمال في الوظيفة، لازم البيت يكون حلو ولازم بنفس الوقت يكون عملي للحياة. فبعدين انتقلت برسمي، حافظت على هذا الشيء بأنه دائما عندي باللوحة في عنصر الجمال وعنصر للوظيفة، يعني أنه اللوحة مو بس عبارة عن جمال، اللوحة لازم تخبر قصة. فعلى هذا الأساس انطلقت دائما مجال أني اشتغل قصة باللوحة. فبكل لوحة أنا برسمها دائما أحاول أخبر قصة، خصوصي بهالوقت اللي كل فنان سوري مضطر يحكي عن قصته، لأنه الفنان ابن بيئته والفنان مضطر يعبر عن شعوره. وأنا بالنسبة لي شخصيا لما أرسم أو أعبر عن شيء بيعني لي بظل واقع اللي عم نعيشه بسوريا اليوم والواقع اللي عم نعيشه كمغتربين أو كلاجئين بالخارج، فأنا عم برسم شو بحس فيه، بحول دائما مشاكلي أو همومي للوحة حتى أتخلص من هاي المشاكل والهموم. يعني تابعنا كثير من المعارض ومشاركاتك أرخت ووثقت لبدايات الثورة السورية، ما هي أكثر الموضوعات اللي علقت بذاكرتك وجسدت فنيا؟ هو موضوع التعذيب. موضوع التعذيب يعني أول شيء هذا الفعل من ضمن كل الكائنات الحية ما حدا بيعمله غير الإنسان، وما في كائن حي تاني بيجيب كائن من نفس نوعه وبيقعد بيربطه وبيقعد بيعذبه. يعني هذا الفعل أنا بلاقيه فعل مشين جدا. وأنا مرة كنا مظاهرة بجامع الحسن، بعد المظاهرة تعرف كانوا عم يحاوطوا الجامع ويعتقلوا الكل، فيعني وصلنا مرحلة إنه اعتقلوا عن جد الكل بس ما عندهم باصات يشيلوها، فضربونا بالشارع وتركونا لأنه ما عاد في باصات يشيلونا لأنه كانوا محاصرين المكان ومعتقلين كله. وبعدها رجعت اعتقلت فترة بال215. وهذا الموضوع أكتر موضوع عناني، خصوصا لما تسمع على طفل انقتل تحت التعذيب أو حدا تحت 18 انقتل تحت التعذيب مثل حمزة الخطيب. وحمزة الخطيب هو مثال، أصبح رمز بس هو نموذج مو أكتر من هيك. ولما تشوف هذا الوضع يعني شو ما كان شيء محزن جدا مؤلم جدا، وبنظر له انه عار على البشرية انه هذا الشيء يحدث. يعني من خلال متابعتك واحتكاكك الدائم مع الفنانين التشكيليين خصوصا السوريين، لأي حد شعرت انت انهم استطاعوا انه يؤدوا دورهم ورسالتهم تجاه ما يجري في سوريا؟ انا كتير محظوظ بالمعارض الجماعية انه معنا فنانين سوريين عن جد عملهم على مستوى عالمي وعلى مستوى كتير مميز، ولي كتير فخر اني شاركت معهم بمجموعة معارض متعددة. بلندن عرضنا مرتين، بعت منهم في مجموعة بلندن، لما عرضنا بلندن المتحف الوطني البريطاني اقتنى مجموعة من لوحات معظم الفنانين، كنت أنا واحد من نون لوحاتي انعرضت بمتحف بريطانيا، متحف بريطانيا. وشاركنا بمعرض بمعهد العالم العربي في باريس، بفيينا، ببرلين، بالقاهرة وببيروت بسنة 2013، مشاركات الجماعية مع السوريين. غير هيك طبعا أنا عم بشارك بمعارض أحيانا بكون فيها أنا السوري الوحيد كمان، هذا الشيء وهذا شيء وارد جدا وعم يتكرر كتير، انه دائما صار بكل معرض عالمي عم تلاقي في فنان سوري، بكل مهرجان سينما عالمي في فنان سوري. وهذا الشيء ما كان موجود بالقبل، هذا الشيء هلأ صار، هلأ انوجد بسبب الظروف اللي عم تمر فيها سوريا وبسبب انه
الإعلام والصحافة ممنوعة بسوريا، فصار صوت الفنان وثيقة بظل غياب الإعلام اللي ما بيقدر ينزل يغطي عن رجع عم يصير على الأرض. حميد سليمان اليوم في فرنسا 4 سنوات من الهجرة القسرية خارج سوريا، ما هو أكثر ما يؤلمك في فرنسا وما هي أبرز مشاريعك القادمة للمرحلة القادمة؟ في كتير نشاطات على صعيد المسرح، في كتير نشاطات على صعيد السينما، في كتير نشاطات على صعيد المعارض الفنية والجماعية، على صعيد الموسيقى كمان، مجال الكتب المصورة أو القصص المصورة والرسوم المتحركة بمرحلة تانية كمان ما كتير نحكي عنهم.